استشهاد البطل قائد الولاية التاريخية الأولى الشهيد علي النمر الذي سقط في ميدان الشرف في مثل هذا اليوم السادس من جوان 1958. شهيد علي النمر ولد القرية ولكن بابار رحب بكري من لهنايا، هو في صغير وقرا في بيتنا، كان يسكن جهة بوعقال، وتكون ثم وكان مع مشارك في الفريق الرياضي للباتني، وعينوا مصطفى بن بولعيد، عينوا باش ينشط مع سيطار وشن العمال في فرنسا، هم عاسي بوحة حرسوس وسيطار وشن لمدة، ومن بعد عاودوا ولاو هذا قبل الأندية على الثورة. استشهاد نتاع الشهيد سي علي النمر شهد في 6 جوان 1958 بجبل علوان شلية، بعد معركة تاع 4 أيام تنتقل من موقع إلى موقع لغاية ما التحق الجيش القوة تاع الجيش وين كان موجود هو.